في مناخ من الصدام مع الرئيس التونسي، خطاب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في عيد العمال بدأ موجها في مضامينه السياسية. تحدث عن استهداف ممنهج للعمل النقابي بلغ حد اعتقال نقابي، لذا دعا إلى إطلاق سراح المساجين. هروب السلطة وفشلها وشيطنة النقابات وشيطنة الاتحاد والتاريخ يعيد نفسه، هو من أجل أني ضرب الحق النقابي وضرب المكتسبات حتى تنفرد بالعاملات والعمال. ولكن أقول لهم باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، هيهات لن تعاد الجرة ولن تعاد الكرة بفضل صمود بناته وأبنائه، فنطالب بإطلاق سراح النقابين والمسجونين. الطبوب اعتبر أن لا خيار أمام السلطة سوى الحوار السياسي، لذا صرح بأن مبادرة الأربع منظمات التي يقودها ما زالت قائمة رغم رفض قيس سعيد الحوار، معلنا الإصرار على طرحها عليه قريبا. توحد حول مشروع وطني متكامل لإخراج البلاد من أزمتها الخانقة ومن عزلتها الإقليمية. إطلاق هذا الحوار أصبح مسألة حياتية. وعن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، قال الطبوب إن 80% من التونسيين أصبحوا مفقرين، داعيا إلى عدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي غير الاجتماعية. الاتحاد العام التونسي للشغل بدأ اليوم أكثر من أي وقت مضى معتدلا في خطابه ودبلوماسيا أكثر، وهو أصبح يعي جيدا أن هذا الصدام مع السلطة وأن قدرته على شل الحركة اليومية في تونس لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، سواء على الجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي. تحيي تونس عيد العمال وسط احتقان اجتماعي وانسداد سياسي، التضخم في أعلى مستوى له والقدرة الشرائية متدهورة. أما الرئيس التونسي فيستمر في مقاطعة كافة قوى المجتمع المدني، ما يزيد من تأزيم المشهد. وهو يحيي ذكرى عيد العمال، يسعى اتحاد الشغل إلى المحافظة على ثقله السياسي والاجتماعي في تونس. ورغم ذلك ترى أغلب التحليلات أن إضعافه بات ممنهجا في سياق القطيعة المستمرة والتامة بين السلطة والمجتمع المدني. فتح الفالحي ميديا تونس.